طيب اكيد كل الناس مستنيه تعرف النتائج، بس يمكن انا معلش خدت المايك من بدري وطلعت عشان عندنا لحظه مهمه جدا نعرف حاجات كتير وهنعرف النتائج دلوقتي. بس كان في اسئله من ناس كتير بتسال هو ليه كل شويه وان مور تايم، وده بناء من التحكيم هم اللي بيطلبوا كده. لوشي ايه اللي كان بيحصل فوق؟ النقاط كانت متقاربه جدا. طبعا نحن بالتحكيم نحكم بين لما كانوا خلف وخلف، نشوف المسافات لما هم كانوا خلف مع الخصم الامام في جاب او قريبين من بعض، نقارن بين الاثنين. نفس الشيء نقارن بين الاغلاط، اذا في غلط يساوي هذا الغلط يتعادلوا. ففي بعض الاشياء صارت ان تعادلوا، صاروا one more time عدنا المرة الأولى. بس كنا كحكام ما بدنا نظلم حد، عملنا one more time الثاني ونفس الشيء الأغلاط صارت تتعادل بين القسم هذا مع القسم هذا، ف one more time. بس الأخيرة ظهرت، هنعرف دلوقتي النتيجة هتبقى عاملة ازاي. احنا مبسوطين ان انت موجود معنا، قول لنا انت شايف التوين دريفت وصل لفين في مصر؟ المستوى اليوم كان خيالي جدا. الشباب يمكن ثاني بطولة تاندم عندهم، بس والله اللي شفته من الشباب على اللاين الرمية القوية كأني بشوف أبطال عالميين مش مصريين. بالتوفيق ومبسوط إن أنت موجود. نسأل كمان نوفل، عدته كده كم مرة؟ وان مور تايم كل شوية. والله هو بصراحة الأداء بتاع الشباب جامد جدا جدا، يعني النقاط متقاربة جدا جدا، وإحنا محتارين. يعني احنا كنا منتظرين مثلا يكون في حكم احد الحكام يدي نتيجه مثلا مش وان مور تايم، لانه يعني بصراحه الاداء جامد جدا. اداء هيثم مخيف جدا، اداء عمر صقر رائع واكثر من رائع بصراحه. الشباب الليفل بتاعهم عالي جدا وينافس الشرق الاوسط بصراحه. بالتالي الكلام ده محتاج تشجيع قويه، صح ولا ايه رايكم؟ محتاجين بطولات اكثر في مصر تاندم دريفت، واحنا معاكم يا ريت، احنا محتاجين بطولات. بالنسبه لماجد ابو سليم انا اتوقع انه يعني اداؤه بيطلع منه افضل من كده، بس كان عنده شويه حاجات بالعربيه اطال، واتمنى انه المره الجايه يقدر يعالجها. وبالنسبه لزوردو بصراحه هايل، يعني اداء لازم نحيي ابطالنا يا جماعه، ابطالنا لازم نحييهم، ترتفع له القبعه بصراحه. انتوا شباب مصريين فعلا جدعان، انتوا نورتونا ومبسوطين ان انتوا موجودين معانا دايما. واحنا لحظات وهنعرف النتائج دلوقتي للبطوله كلها. يلا نبدا على طول. عندنا ورا الاحتفال الجميل ده اسماء كتير جدا وناس بذلت مجهود كتير وكبير عشان البطوله دي تكون موجوده. خليني بس الاول استاذ احمد عبد الخالق مدير عام السباقات والفعاليات الرياضيه بوزاره الشباب والرياضه ينورنا ويكون موجود معانا. وكمان هنستقبل مهندس محمد سمير سلام الرئيس التنفيذي للبطوله اللي هيكون موجود معانا دلوقتي، واستاذ محمد يحيى المدير التجاري لشركه بيرلي مصر. الاخبار اولا لازم نشكر وزاره الشباب والرياضه على المجهود اللي انتوا عملتوه معانا وان احنا موجودين النهارده في البطوله الجميله. واعتقد الجمهور مبسوط ولا مش مبسوط؟ سمعونا كده مبسوطين ولا لا؟ ايوه، فبنشكركم بجد ونتمنى فعاليات اكتر ويبقى عندنا سباقات اكتر ان شاء الله بالتوفيق فيما هو قادم. بس انا احب اتوجه الشكر للمنظمين، بصراحه ابهرونا كل سنه عن سنه. وكمان احب اتقدم بالشكر للمهندس ايهاب لهيطه عضو مجلس نادي السيارات المصري لدعمه للبطوله ودعمه لينا ورياضه الموتور سبورت عامه. اشكرك جدا. ونبدا عندنا مجموعه كبيره من التكريمات، بس ابطال كلهم يستحقوا التكريم، فخلينا نبدا بابطالنا اللي بيمثلوا مصر في البطولات الدوليه. عندنا سائقين مصريين بينافسوا في بطولات العالم. طبعا كان عندنا هشام الخطيب، بس هشام للاسف اتحرك عشان عنده شغل بدري الصبح. فهشام الخطيب واحد من السائقين الابطال، صاحب لقب بطل العالم. عايز اسمع تحيه كبيره لهشام الخطيب بعد اذنكم. هناخد البطل الثاني وهو محمد حمدي اللي بيشارك في بطوله فراري تشالنج
ولسه عنده جولتين موجودين. بطل مصر قدر يوصل الى بطولة كبيرة، بطولة دولية، بينافس باسم مصر في بطولة مش سهلة، بطولة محتاجة زي ما انتوا عارفين حاجات كتير، ويعني مش انا اللي هقعد اتكلم كتير عليها، انتوا عارفين التفاصيل، لكن يستحق الدعم ويستحق التكريم لرفعه لعلم مصر في بطولة مهمة جدا، والبطولة لسه مستمرة باقي جولتين. السائق المصري محمد حمدي، اتفضل. عايزين نسمع تحية لمحمد حمدي. تحية كبيرة للبطل المصري محمد حمدي. عندنا بطل قوي وسنه صغير بينافس في بطولة قوية دولية، زي ما عندنا بطل في فراري عندنا بطل في لامبرجيني. بطل مصري قدر انه يكون موجود على منصة التتويج، لسه عنده جولات مستمرة والبطولة ما خلصتش، بيحارب وبيعافر ومستمر في المنافسة، ويستحق الدعم والتوفيق، ودعمكم مهم جدا لأبطالنا اللي بيرفعوا علم مصر سواء في البطولات المحلية أو الدولية. البطل اللي هتكلم عليه رامي بيغششني حاجة مهمة احنا عارفينها بس لازم نقول. إبراهيم بدوي 16 سنة قدر يطلع على منصة التتويج في لامبرجيني تشالنج. خلينا نرحب بالبطل إبراهيم بدوي. أيوة إبراهيم لسه مخلص جولة من الجولات، ولسه في جولتين تقريبا باقيين لسه موجودين كمان. التوفيق والدعم إن شاء الله، مبروك. زي ما بقول حبيبي عندنا أبطال في مجالات كتير مختلفة، البايكس كمان عندنا أبطال مصريين قدروا إنهم يقدروا يحصلوا على أماكن وعلى منصة التتويج في أماكن كويسة جدا كمان. يوسف المصري بطل البايك شو للشرق الأوسط. البايكس من الحاجات المهمة جدا عشان تقدر تنافس فيها، محتاجة أشكال مختلفة وبطولة مختلفة. يوسف من الأبطال اللي قدروا أنهم يرفعوا اسم مصر في بطولة البايك شو للشرق الأوسط. عايزين نحيي يوسف المصري. الناس محتاجة شوية بنزين صح؟ اليوم بيخلص. اهتمت وزارة الشباب والرياضة كمان ان يبقى في تكريم لكل المنظمين اللي بينظموا الأحداث، مش بس حدث النهاردة، عندنا بطولات كتير بتتم طول السنة. كان مهم جدا ان يكون أصحاب هذه البطولات ليهم مكان وليهم تحية وتقدير من وزارة الشباب والرياضة ومننا طبعا كجمهور أو متسابقين أو ناس حتى بتتفرج في البيت. هنبدأ بوائل هادي. أكتوبر تيونرز عمل شكل مختلف لإيفنت جميل، جمع مجموعة من الشباب بتبذل مجهود كبير جدا عشان عربياتها تبقى بشكل حلو قوي، فيستحق ان احنا نقول له برافو وكل الدعم. وائل هادي من أكتوبر تيونرز. أحمد رفيق هيستلم عن وائل الهادي. تحية لأحمد رفيق. واحد من الناس اللي ابتدت سباقات الصحراء من زمان جدا، وقدر يحول شكل سباقات الصحراء بأشكال مختلفة، وقدر انه يكون موجود عندنا رالي من الراليات المهمه المستمره في ظل بعض الاوقات. ويمكن السنه دي وفي بطوله النهارده كان عندنا جزء في الرالي ومرحله اتفتحت بقالنا كتير ما دخلناش الصحراء الغربيه. النهارده بنحتفل طبعا في المرحله بتاعت النهارده، ولسه الجولات اللي جايه هيبقى فيه حاجات كتير. فكان مهم جدا ان احنا النهارده نشكر
احمد سرجاني من شركه بوصله، الشركه اللي بتنظم لنا الراليات على مدار سنين طويله. وسرجاني موجود ولا لا؟ انت اللي هتستلم. محمد سمير هيستلم عن سرجاني الجائزه بتاعته. هنصورك وانت بتستلم. ايوه دي تحيه لسرجاني بقى يا جماعه، تحيه لسرجاني. من ضمن البطولات القويه اللي بتتم بطوله ريفيت اب، بطوله قويه جدا استمرت ومستمره بتتطور بشكل كبير جدا، وقدر المنظمين انهم يحولوها لبطوله مستمره. يستحقوا الدعم والشكر على استمرارهم كابتن سامح عبد القوي، بطوله ريفيت اب. ورا نجاح البطولة الكبيرة استمرارها طبعا كان دعم كبير جدا من وزارة الشباب والرياضة، فكان نفسنا معالي الوزير يكون موجود النهاردة معانا، لكن كان متابع معانا لحظة بلحظة. فتستحمل يعني تسمح لنا أستاذ أحمد إن احنا يبقى عندنا تكريم لمعالي الوزير لدعمه للرياضة واهتمامه دايما لإقامة الأحداث واستمرارها بهذا الشكل. ودي الله طبعا حلوه، دي تكريم من البطوله لوزير معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. تحيه كبيره معالي الوزير. لازم نقول ان ورا نجاح البطوله لجنه تحكيم قويه، شرفنا ابطال موجودين على ارض مصر وموجودين معانا من اول لحظه للبطوله ويستعدوا للبطوله. خلينا نستقبل لجنه التحكيم، ثلاثه من الابطال الكبار قوي، نبدا نقولهم الثلاثه مع بعض، بس طبعا ضيوفنا اللي منورنا في بلدهم لازم. محمد نوفل من الاردن، علي البلوشي لعلوع من سلطنة عمان، وطبعا كابتن رامي سري من مصر. ثلاث حكام ينورونا، اتفضلوا، لازم يشرفونا وينورونا. لجنة التحكيم بذلت مجهود كبير على مدار البطولة من أول يوم، وطبعا الجزء الأخير اللي كنا موجودين فيه كنا شايفين النقاط قريبة جدا من بعض. الدرع الجاي من اللجنة المنظمة للبطولة، نورتونا، من مهندس محمد سمير سلام الرئيس التنفيذي للبطولة، للأستاذ أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.
التكريم ده يا جماعة مننا بقى لكابتن تامر بشير، الراجل اللي ما تأخرش عننا السنة اللي فاتت وكان معانا من أول يوم، من وإحنا بنفكر لحد ما عملنا أول راوند والسنة دي تاني راوند، وهو دايما معانا بيفكر معانا وبيتحرك معانا وبيقول لنا أفكار. سباق جيت سكي ده كان فكرته السنة دي، فميرسي يا تامر بجد. بجد متشكر جدا. وهنخش بقى في النتائج المهمه، بس هستعين بقى بصوت التراك. انا ما اقدرش بصراحه، ما ينفعش يكون الراجل ده واقف معانا من اول يوم في البطوله وما نكونش موجود معانا على منصه التتويج. بدر واحد من الناس اللي غيرت التعليق على البطولات مباشره، فخلينا نرحب ببدر بقى. يا بدر زي ما بيقول دايما، فين الصوت؟ طبعا انا بشكر كابتن تامر بشير على الكلام الحلو اللي قاله عليا، وزي ما محمد سمير سلام قال هو كان موجود معانا السنه اللي فاتت، وبرده السنه اللي فاتت كان يعني قال عليا كلمتين حلوين ودلوقتي بيقولهم تاني. انا بقى دوري اقول له كابتن تامر، انت برده غيرت شكل برامج العربيات والمحركات، البرامج اللي بتتكلم عن العربيات في مصر بشكل عام، انت قمت بدور كبير في ده وساعدت في نشر الرياضه اللي احنا بنحبها. فانا برضو بطلب منكم ان انتم تحيوا كابتن تامر بشير على تواجده معانا ودعمه للشباب وللرياضه. عندك كماله؟ عندك كماله؟ عندنا تيم باذل مجهود كبير، فلازم نحييهم، ميجا بايكر تيم ابراهيم لبان لازم يكون موجود معانا ونحييهم على المجهود اللي عملوه، لانهم البايكرز كان ليهم دور كبير جدا في البطوله بصراحه، ف ادوها طعم مختلف. وفي الرايد اللي كانت موجوده، ويمكن حضراتكم هتشوفوا الفيديوز على السوشيال ميديا وفي التغطيه الاعلاميه، كانوا باذلين مجهود كبير وجم من القاهره ومن كذا مكان عشان يكونوا موجود، فشكرا ان انتوا كنتوا موجودين. احنا دلوقتي في انتظار اعلان النتائج. الحقيقه عندنا نتائج لحاجات كتيره. البطوله ميمك المره دي كانت متوسعه، هي السنه اللي فاتت اوريدي كانت بتضم اشكال كتير من المنافسه والتحديات، السنه دي الموضوع وسع اكتر واتضاف عليه حاجات زياده زي مثلا الجيت سكي والدراج ريس. فاحنا دقيقه بكتير ان شاء الله وهنكون بنعلن لكم عن النتائج وتعرفوا مين اللي فاز في كل شكل من اشكال السباقات اللي كانت عندنا في خلال الثلاث ايام اللي فاتت من بطوله ميمك. طيب عندنا دلوقتي اول نتيجه هنعلن عنها، وهي نتيجه الجيت سكي، ودي من الحاجات اللي اضافت لميمك السنه دي في سيزون 23. احنا معانا الاستاذ محمد يحيى المدير التجاري لبريلي ايجيبت. بريلي النهارده الحقيقه كانوا موجودين بشكل كبير وملحوظ كراعي للحدث، فاحنا طبعا بنحيي الاستاذ محمد يحيى وبنشكره على تواجده معانا وعلى تواجد بريلي معانا. نرجع للفايزين بالمراكز الأولى في الجيت سكي. في المركز الثالث عاصم التوخي. عاصم في المركز الثاني أحمد حافظ. والمركز الأول مفاجأة بقى، مفاجأة، تامر بشير.
طيب دلوقتي هنسلم جوائز ال 4x4 تشالنج. عندنا اول كاتيجوري هنبتدي بيه هو الستوك. في المركز الثالث من ادفنتشر ريسنج تيم زياد نادر. في المركز الثاني من ادفنتشر ريسنج تيم برضو هي فرج. انت فين يا إيهاب؟ المركز الثاني بيدور عليك. كابتن نادر حمدي ينوب عن إيهاب. مبروك المركز الثاني. وفي المركز الأول عمرو أبيل. ألفا ريسنج تيم، ألفا ريسنج تيم عمرو أبيل. ده كاتيجوري الستوك كار في ال 4x4 تشالنج. بنحييهم تحيه كبيره ادفنتشر ريسنج تيم والفا ريسنج تيم في المركز الثالث زياد نادر ايهاب فرج وعمر ابيل. نحييكم وبنشكركم وان شاء الله موفقين دايما. الكاتيجوري الثاني هو الرالي كار. عندنا مركز واحد بس وهو من الفا ريسنج تيم أمير يوسف. أنا شايف من أمير استحواذ على البوديوم لوحده. ما انت كنت اول وثاني وثالث، برافو، جود لك.